بسم الله الرحمن الرحيم. انا سؤال لحضراتكم، هارد لك لكل الاخوه الجزائريين، هارد لك لكل المشجعين الجزائريين، هارد لك على الخساره النهارده. الخساره هي جزء لا يتجزأ من كره القدم. كنا عارفين ان موضوع الخساره ده ما كانش على البال على خاطر بالنسبه لاي حد ان الجزائر تخسر من غانا الاستوائيه، بس هذا قضاء ربنا. يعني احنا مش هنقول فيه اي حاجه، دي حاجه قدر ممكن تكون هي دي النقطه اللي هتغير مسار البطوله، لان انت حتى الان لسه موجود جوه البطوله بقوه، لان بعد التعادل بتاع سيراليون النهارده مع كوتيفوار كل الناس متساوي. المنتخب الجزائري لو كسب منتخب كوتيفوار 3-0 هيبقى المنتخب الجزائري اول مجموعه، فانت لسه بدري. ده طبعا لو المنتخب السيراليوني يتعادل مع منتخب غينيا الاستوائيه، لان منتخب غينيا الاستوائيه خسر اول ماتش من كوتيفوار، فلسه المعادلات كلها موجوده وكل حاجه لسه موجوده. بس هل انت كنت جاي تاخد بطوله افريقيا مع السلسله، ولا كنت جاي اهم حاجه بالنسبه لك السلسله؟ لان الكلام هنا بيفرق معانا، معلش، لان احنا الصبح اتكلمنا في حته الاداء، واتكلمنا ان البطوله دي مش بتاعه اداء، البطوله دي بالاجواء الحاليه مش بتاعه اداء. وملاعب كرة القدم السيئة دي كلمنا عنها. انا راجل من بني سويف، هنا عندنا الملاعب بسم الله ما شاء الله بركة طينة، فكان اي فرقة بتيجي تلعبنا كان بيبقى عندها مشكلة في الملعب. فلما تيجي تتكلم معايا على الملعب السيء، لا، الملعب السيء بيفرق قوي مع لعيب الكورة. ومشكلة المنتخب الجزائري ان كل لعيبة كورة، عارف يعني ايه لعيب كوره؟ يعني مثلا مش اللي هو هيجري وخلاص، لا، انا عايز العب لمسه ولعبه واحرك الباك ونص الملعب يحرك الجناح وكلنا نتحرك كده بالكوره والكوره هي اللي تتحرك. الكلام ده ما يمشيش في ملعب زي ده خالص خالص. انت بتباص الباص تلاقي الكوره عملت بند ما تعرفش تستلمها، اللي هو في ايه، الملعب الارضيه بتاعته مش مستويه. بس مع الاسف الشديد لو قلت الكلام ده هيبقى معناه ان انت ما كنتش محضر اساسا للاجواء اللي هتقابلها في افريقيا، تفهم؟ يعني حتى لو قلت ان الملاعب فيها مشكله، فمعنى كده ان انت بتبرر لحاجه، يعني عذر اقبح من ذنب، اللي هو انا رايح افريقيا ومستني ملاعب قطر، مش عارف ازاي. يعني انا مستني ملاعب نظيفه ونجيله نظيفه ونجيله مستوى الكره تمشي على، مش افريقيا خالص. احنا جزء من قارتنا متعودين عليه ملاعبنا السيئه والتحكيم السيء. الفار جه حاول يصلح شويه، بس لسه قارتنا متمسكه بالعادات والتقاليد بتاعتنا، التحكيم السيء والملاعب السيئه والاجواء السيئه، الرطوبة. وموضوع الرطوبة والملعب ده انا مش ببرر لحد، بس انا بتكلم ان الموضوع ده بالنسبة للاعيب الكرة حاجة مؤثرة. منتخب الجزائر يكسب ازاي جوه الملعب؟ ان هو يلعب كرة طويلة وحد يجري. هل في حد كان بيجري؟ بلايلي كان بيجري الماتشات اللي فاتت، بس بلايلي لسه ما جاش معانا البطولة. رغم كده المنتخب الجزائري راح وضيع، راح وضيع. ما كانش موافق النهارده، لان انت حتى وانت جوه الملعب الحظ ضدك، ممكن في كره كده الدنيا تتغير بالنسبه لك. يعني فاول زي بتاع رياض محرز في الدقيقه 45، رياض محرز ضيع فاولين النهارده في العاده مش بيضيعهم، بس ربك اراد مكتوب لك تطلع خسران. في حاجات ما فيهاش عند، اللي هو انت لو قعدت تلعب للصبح هتتغلب. ليه؟ خلاص هي قفلت على كده. بس انا اتعلم بقى، اتعلم واحاول ان انا ما اكررش اللي انا عملته النهارده. طب ايه اللي انا ما عملته النهارده؟ سفيان فغولي، اتكلمنا على سفيان فغولي الماتش اللي فات. وجود سفيان فغولي في الملعب مع احترامي بالاجواء الحاليه بالملاعب الحاليه ملوش اي معنى، غير انك واثق في سفيان فغولي. انت عايز لعيبه بتجري، رياض ما بيجريش، رياض بيستلم الكره وضع الثبات. الناحيه الثانيه بلايلي كان بيجري، بس بلايلي بطل. فانت دلوقتي يا تجري عطال، يا تجري رامي بن سبعيني، يا تلعب عرضيات كتير. فمعناه ان انت يتلعب باتنين فراوده وبنجاح ومعاه سليماني، يا تلعب بناس بتجري زي سعيد بالرحمه وفريد بولاي، وتقرر ان انت مش عايز تلعب الكره على الارض خالص، وقتها تكسب. انما انت بتلعب بصنع العاب زي سفيان فغولي، لا، عندك مشكله. غير ان انت نفسك نفس المشكله بتاعتك هي اللي هو في حاجه بتجري ورا لعيبه المنتخب الجزائري طول ما هم متعادلين. الفرقه بتبقى متكهربه، في توتر غير طبيعي بيبقى موجود جوه الملعب، اللي هو في فرق بين الروح والحماس والصربعه. لعيبه منتخب الجزائر بقى فيه صربعه جوه الملعب. يمكن ده كان حمل السلسله، خلاص مبقاش فيه سلسله. نركز بقى جوه الملعب، وموضوع الروح والحماس ملوش علاقه بالصربعه. محتاجين نهدى شويه، محتاجين قائد يخلي الفرقه تهدى شويه، محتاجين نهدى. المكسب هيجي لما تصبر شويه، انما مش المكسب هيجي لما تطلع تفضل تهاجم بكل اللعيبه. لا، ما انت هتلبس مرتدات وهتلبس جول. كان في مرتدات وكان في تصديات لرئيس مبولحي نجم المباراه قبل الهدف، وللاسف الشديد الهدف كان فيه مشاكل كتير، لان منتخب الجزائري كنا متفقين ان هو ما بيعرفش يدافع، وفي ناس زعلت قوي من الجمله دي. لا، منتخب الجزائري ما بيعرفش يدافع، منتخب الجزائري فيه مشكله في الاثنين مساكين، في مشكله في عطال وفي مشكله بجمال بالعمري. لما بالعمري طلع ونزل مكانه مهدي طهرات، بدانا نشوف ان برضو منتخب الجزائري عنده مشاكل في المرتدات. منتخب الجزائري في كره ثابته لبس هدف غريبه جدا، ولما المنتخب الجزائري لبس هدف انا قلت الموضوع انتهى، لعيبه متصربعه وهي 0-0، ما بالك بقى 1-0 هتبقى عامله ازاي؟
لعيبتك كانت متصربعه وكان عندها اللي هو يلا 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 يلا. الفرقه محتاجه هدوء، محتاجه هدوء شويه، محتاجين ان احنا نهدى شويه ونعرف ان اللي احنا بنجري وراه ده هو ايه بالظبط. صداره المجموعه بنجري عايزين نعمل سكور، بنجري ورا ايه بالظبط؟ لازم نفهم. انت عايز تطلع اول مجموعه، عايز تعمل سكور كل ماتش، الكلام ده مش هيبقى متاح. عايز تعمل ايه بقى؟ انت محتاج تقعد تفكر وتعيد اولوياتك. عايز تلعب كره جميله على ملعب زي ده؟ هتكمل بنفس الافكار هي هي؟ معرفش. انا مش جاي هنا اقول لك وزير سعاده ووزير بتاع، انا جاي هنا اقول لك كوره ككوره جماد بالماضي. افكاره التكتيكيه في الكاميرون لا تصلح على ملعب الكاميرون. افكارك انك تلعب كوره على الارض والطير هنا رامي بن سبعيني والطير هنا يوسف عطال، ما يمشيش الكلام ده في الكاميرون. انت معلش كنت بتختار انك ما تلعبش في ملعب تشاكر عشان في مشاكل في الارضيه، كنت بتروح تلعب في المغرب هناك، كنت بتهرب من الارضيه السيئه. بس انت المره دي رحت الارضيه السيئه في الكاميرون، ايه تعاملك مع الارضيه السيئه؟ مش عارف تعامل مع الارضيه السيئه، ما تقولش للناس ان انت هتروح تاخد بطوله، ولو خدت بطوله كرم من ربنا ولاعيبتك كانت رجاله. انما قلت ان انا هاخد بطوله وانت مش محضر ان انت تتعامل مع الارضيه السيئه دي، فمشاكل كتير انت واجهتها، اللعيبه شالوا منها، فالفرقه بسم الله ما شاء الله صربعه غير طبيعيه. فتغييرات مش تغييرات، احنا شايفين المنتخب الجزائري بيروح وبيضيع ومفيش توفيق، وخلاص هي خلاص مكتوبه لك هتطلع خسران خسران. هل بقى الناس اللي كانت واقفه مع المنتخب وبتتكلم على القوه والسيطره وان احنا ناخد افريقيا هيفضلوا واقفين؟ ده اختبار حقيقي بالنسبه لناس كتير. ناس كانت واقفه مع المنتخب الجزائري عشان كان بيكسب بس، وجمهور كان واثق في المنتخب لانه كان بيكسب بس. دلوقتي هتروحوا في انهي اتجاه؟ ما في اتجاهين دلوقتي، هتكمل ورا المنتخب لو ايه اللي حصل، ولا هتروح تتكلم ان المنتخب ده منفوخ اعلاميا؟ ومعنى انك تتكلم على منتخب كسبان 35 او 34 ماتش على التوالي بلا خساره انك تطلع تتكلم عليه ان هو منتخب منفوخ، فمعنى كده ان انت ما تعرفش حاجه عن عالم كره القدم. لو قلت منتخب الجزائر منتخب منفوخ فانت مالكش علاقه بالموضوع خالص. ولو انت نفسك اللي بتتكلم نزلتك ارضيه زي دي في رطوبه زي دي، وريني شطارتك عشان تعرف ان الكلام وانت قاعد في مكانك سهل بكتير عن ارض المعركه. لما تنزل الملعب وتشوف الاجواء اللي انت فيها دي مع لعيبه حافظه ولعيبه متربيه حرفيا على الملاعب السيئه دي، هتعرف ان انت عندك مشكله، لان هم عندهم خبرات في الملاعب دي اكبر منك بكتير. هل الملاعب بس اللي خسرتك؟ ما انا عمال اتكلم معاك في افكار فنيه، وعمال اتكلم معاك ان الجزائر ما كانتش محضره لاي حاجه، وعمال اتكلم معاك ان الجزائر كانت رايحه على ان هي تكسب بس، ما كانش فيه سيناريو تاني ان احنا لو لبسنا جون هنعمل ايه. بدليل ان المنتخب اول ما لبس جول خلاص القصه انتهت، الفرقه فكت من بعض. فلما نطلع نتكلم ونقول ان منتخب الجزائر محتاج وقفه، محتاج وقفه، ومحتاج ان احنا نشيل الضغوط من على اللعيبه، ومحتاج ان احنا ننزل شويه على الارض، هنلعب كورتنا. بس كورتنا دي هنلعبها بطريقتنا احنا الجديده، اللي هو انا مش جاي افريقيا العب تيكي تاكا، انا مش جاي افريقيا العب تيكي تاكا، انا جاي افريقيا عايز اكسب وخلاص. وانا ما بطلبش من حد اداء في البطوله دي، المحترفين والفيفا والكلام ده مع الارضيه دي انا مستحيل اطلع اطلب من اي حد يعمل اداء. لو حد عمل لي اداء على عيني وعلى راسي. حتى المنتخب التونسي لما كسب النهارده ما عملش اداء واو، تونس لعبت 20 دقيقه بالظبط في الملعب لا اكثر ولا اقل. فلما اطلع النهارده اتكلم واقول منتخب الجزائر كان منفوخ، ملوش علاقه. ولما اطلع برضو حد يقول لي حسدكم وحقدكم على الجزائر هو اللي خلى الجزائر تخسر النهارده، ايه العلاقه؟ ايه العلاقه يعني؟ مفترض ان انا لما طلعت هنا البتاع اللي كانت معايا كنت بتقول لي ده كفر. طب دلوقتي مش حاسس ان انت بتخش بنفس الاتجاه؟ ربنا كان بيكتب لك الانتصارات، زي ما ربنا كان بيكتب لك الانتصارات تقبل برضو ان ربنا كتب لك الخساره النهارده لا اكثر ولا اقل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك، رايك ويحترم.